يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من ليبيا يقول: أرجو من فضيلتكم أن يوضح لي كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله، وما هي علامات الإخلاص؟ كيف يمكن إيش؟ كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله، وما علامات إذا لم يكن في نيته أحد غير الله جل وعلا في العمل، يعمل العمل لله لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا ولا غير ذلك، موحد القصد لله، هذا هو الإخلاص لله عز وجل، يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو. نعم.